النعمان بن مقرن المزني. كانت قبيلة مزينة تتخذ منازلها قريبا من يثرب على الطريق الممتد بين المدينة ومكة، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد هاجر إلى المدينة، وجعلت أخباره تصل تباعا إلى مزينة مع الغادين والرائحين فلا تسمع عنه إلا خيرا. وفي ذات عشية جلس سيد القوم النعمان بن مقرن المزني في ناديه مع إخوته ومشايخ قبيلته، فقال لهم: يا قوم، والله ما علمنا عن محمد إلا خيرا، ولا سمعنا من دعوته إلا مرحمة وإحسانا وعدلا، فما بالنا نبطئ عنه والناس إليه يسرعون. ثم أتبع يقول: أما أنا فقد عزمت على أن أغدو عليه إذا أصبحت، فمن شاء منكم أن يكون معي فليتجهز. وكأنما مست كلمات النعمان وترا مرهفا في نفوس القوم، فما إن طلع الصباح حتى وجد إخوته العشرة و400 فارس من فرسان مزينة قد جهزوا أنفسهم للمضي معه إلى يثرب للقاء النبي صلوات الله وسلامه عليه والدخول في دين الله. استحى النعمان أن يفد مع هذا الجمع الحاشد على النبي دون أن يحمل له وللمسلمين شيئا في يده، لكن السنة الشهباء المكدبة التي مرت بها مزينة لم تترك لها ضرعا ولا زرعا، فطاف النعمان ببيته وبيوت إخوته وجمع كل ما أبقاه لهم القحط من غنيمات وساقاها أمامه، وقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلن هو ومن معه إسلامهم بين يديه. اهتزت يثرب من أقصاها إلى أقصاها فرحا بالنعمان وصحبه، إذ لم يسبق لبيت من بيوت العرب أن أسلم منه 11 أخا من أب واحد ومعهم 400 فارس. وسر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بإسلام النعمان أبلغ السرور، وتقبل الله عز وجل غنيماته وأنزل فيه قرآنا فقال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. انضوى النعمان تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه غزواته كلها، ولما آلت الخلافة إلى الصديق وقف معه هو وقومه من بني مزينة وقفة حازمة كان لها أثر كبير في القضاء على فتنة الردة. ولما صارت الخلافة إلى الفاروق كان للنعمان في عهده شأن ما يزال التاريخ يذكره، فقبيل القادسية أرسل سعد بن أبي وقاص قائد جيوش المسلمين وفدا إلى كسرى برئاسة النعمان ليدعوه للإسلام. ولما بلغوا عاصمة كسرى في المدائن استأذنوا بالدخول عليه، فأذن لهم، ثم دعا الترجمان فقال له: سلهم ما الذي جاء بكم إلى ديارنا وأغراكم بغزونا؟ فحمد النعمان الله وأثنى عليه وصلى على نبيه وسلم، ثم قال: إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا إن أجبناه إلى ما دعانا إليه أن يعطينا الله خير الدنيا والآخرة، فما هو إلا قليل حتى بدل الله ضيقنا سعة وعداوتنا إخاء ومرحمة، وقد أمرنا أن ندعو الناس إلى ما فيه خيرهم وأن نبدأ بمن يجاورنا، فنحن ندعوكم إلى الدخول في ديننا، وهو دين حسن الحسن كله وحض عليه وقبح القبيح كله وحذر منه، فإن أجبتمونا إلى الإسلام خلفنا فيكم
كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ورجعنا عنكم وتركناكم وشأنكم فإن أبيتم الدخول في دين الله أخذنا منكم الجزية وحميناكم فإن أبيتم إعطاء الجزية حاربناكم فاستشاط يزدجرد غضبا وغيظا مما سمع وقال إني لا أعلم أمة في الأرض كانت أشقى منكم ولا أقل عددا ولا أشد فرقة ولا أسوأ حالا قوموا فليس لكم شيء عندي وأخبروا قائدكم أني مرسل إليه رستم حتى يدفنه ويدفنكم معا في خندق القادسية ثم أمر فأتى له بحمل تراب وقال لرجاله حملوه على أشرف هؤلاء وسوقوه أمامكم على مرأى من الناس حتى يخرج من أبواب عاصمة ملكنا فقالوا للوفد من أشرفكم فبادر إليهم عاصم بن عمر وقال أنا فحملوه عليه حتى خرج من المدائن ثم حمله على ناقته وأخذه معه لسعد بن أبي وقاص وبشره بأن الله سيفتح على المسلمين ديار الفرس ويملكهم تراب أرضهم ثم وقعت معركة القادسية واكتظ خندقها بجثث الآلاف القتلى ولكنهم لم يكونوا من جند المسلمين إنما كانوا من جند كسرى لم يسكن الفرس لهزيمة القادسية فجمعوا جموعهم وجيشوا جيوشهم حتى اكتمل لهم 150,000 من أشداء المقاتلين فلما وقف الفاروق على أخبار هذا الحشد العظيم عزم على أن يمضي إلى مواجهة هذا الخطر الكبير بنفسه ولكن وجوه المسلمين ثنوه عن ذلك وأشاروا عليه أن يرسل قائدا يعتمد عليه في مثل هذا الأمر الجليل فقال عمر أشير علي برجل لأوليه ذلك الثغر فقالوا أنت أعلم بجندك يا أمير المؤمنين فقال والله لأولين على جند المسلمين رجلا يكون إذا التقى الجمعان أسبق من الأسنة هو النعمان بن مقران المزني فقالوا هو لها فكتب إليه يقول من عبد الله عمر بن الخطاب إلى النعمان أما بعد فإنه بلغني أن جموعا من الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهواند فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله وبعون الله وبنصر الله بمن معك من المسلمين هب النعمان بجيشه للقاء العدو وأرسل أمامه طلائع من فرسانه لتكشف له الطريق فلما اقترب الفرسان من نهواند توقفت خيولهم فدفعوها فلم تندفع فنزلوا عن ظهورها ليعرفوا الخبر فوجدوا في حوافر الخيل شظايا من الحديد فنظروا في الأرض فإذا العجم قد نثروا في الدروب المؤدية إلى نهواند حسك الحديد ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها أخبر الفرسان النعمان بما رآه وطلبوا منه أن يمدهم برأيه فأمرهم بأن يقفوا في أماكنهم وأن يوقدوا النيران في الليل ليراهم العدو وعند ذلك يتظاهرون بالخوف منه والهزيمة أمامه ليغريهم بالإلحاق بهم وإذالت ما زرعه من حسك الحديد وجازت الحيلة على الفرس فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين تمضي منهزمة أمامهم حتى أرسلوا عمالهم فنكسوا الطرق من الحسك فقر عليهم المسلمون واحتلوا تلك الدروب كبر النعمان بتكبيراته الثلاثة واندفع في صفوف العدو كأنه الليث عادية وتدفق وراءه جنود المسلمين تدفق السيل ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب لها نظيرا فتمزق جيش الفرس شر ممزق
وسالت دماؤه في الممرات والدروب، فزلق جواد النعمان فصرع وأصيب النعمان نفسه إصابة قاتلة، فأخذ أخوه اللواء من يده وسجاه ببردة كانت معه وكتم أمر مصرعه عن المسلمين. ولما تم النصر الكبير الذي سماه المسلمون فتح الفتوح، سأل الجنود المنتصرون عن قائدهم الباسل، فرفع أخوه البردة عنه وقال: هذا أميركم، قد أقر الله عينه بالفتح وختم له بالشهادة. العبرة: يجب على المسلم ياخد الدنيا بجدية. النعمان كان واخد الدنيا بجدية من أول يوم سمع عن الدعوة، سمع عن الخير اللي فيها، أعمل عقله، عرف أن النبي ده بيدعو إلى الخير، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، اتبعه في الصلاة، اتبعه في الحرب، خد الأمر بجدية من أول يوم، وعشان كده مات وهو رافع راية الإسلام. لما تلاقي جيش من المسلمين بيحارب جيش من الكفار واتهزم جيش المسلمين، اعرفي ان في خلل في النية. ازاي يعني؟ شائبة، مش هنقول ان هم منافقين، بس داخل فيها حظوظ نفس، داخل فيها حظ دنيا، يعني داخل فيها حتة انتقام، داخل فيها حتة عشان دي بلدي، داخل فيها الحتة دي، او داخل فيها حتة بقى يعني مش احنا اللي نتهزم، او احنا اقوى، او فيها حتة غرور. كل دي كلها عوامل، وفي اكتر منها كمان، هي اللي بتسبب هزيمة المسلمين قدام الكفار. جيش النعمان جيش مختلف، لان قائده قائد مختلف، قائد مختلف من بدايته خالص، من قبل حتى ما يخش في الاسلام وهو كان مختلف. قدر يقنع 400 واحد في لحظة انه يخش الاسلام. ازاي قدر يعمل كده؟ دي اسمها ايه بقى؟ قوة القلب ورجاحة العقل. قوة القلب ورجاحة العقل بتيجي منين؟ بتيجي من صفاء النية. صفاء النية يعني ايه؟ صفاء النية يعني هو شخص مش متلخبط، شخص عارف حقيقة الدنيا، وشخص عارف انه هيموت، وشخص عارف انه ربنا هو اللي خلقه، وان هو ملوش غير عمر واحد، وانه في الدنيا خير وشر، وانه هو حب الخير بفطرته وعايز يتبع الخير، ولما اتبع الخير اتبعه بصدق، ما دخلش نوايا تانية معاه. يعني هو ما ينفعش ان احنا نعدد النوايا؟ لا، ما ينفعش تعدد النوايا، تعديد النوايا كذبة. امال ايه؟ انت اللي بيحركك هي نية واحدة، انا عايز اشتغل عشان عايز فلوس، اذا انا عايز اخلف اولاد. ايه اللي دفعك لده؟ انك انت عايزة تجيبي اولاد. شوفي هي ايه، هي دي الحقيقة. متحكيش بقى نفسك وتقولي اصلا عايز اجيب ولد عشان ينصر الاسلام، اصلا عايز اجيب واحد ولد عشان احفظه القرآن، ومش ده الكان السبب الرئيسي. طيب ايه اللي بيحركنا احنا بقى؟ اللي بيحركك اما شهوة، او الناس اللي حواليك هي بتحركك، او ربنا. اللي بتقول انا نيتي والله لله وصدقة، ايه اللي هيحصل؟ تتوقع بعديها على طول امتحان، امتحان صعب جدا. خلاص، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، ويعلم ان محركك الرئيسي ما كانش ربنا، وانت خلفتي عشان يعني لو ما خلفتيش جوزك هيطلقك. فهمتي الفكره عامله ازاي؟ فتح الفتوح بيحصل لناس عايزه تعلي كلمه الله وفقط، وحطي نقطه بعديها. يا جماعه، دين الله عزيز، ما ينفعش فيه تعدد نوايا، ما ينفعش فيه الجمع بين كذا نيه. ما ينفعش اقول من اجل الله ومن اجل اولادي، ما ينفعش اقول من اجل الله ومن اجل نفسي، ما ينفعش. ما ينفعش اختار من الدين ما تحبه نفسي وما تكرهه نفسي، اقول لا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الرساله اللي جايبها لنا سيدنا النعمان هي الدنيا والاخره مرتبطين ببعض، وان الجنه مش هتيجي ببلاش، لازم لها سعي الاول، والسعي ده لازم يكون النيه تسبقه هي لله. بس كده. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.